نرحب وشي أصدقائي شفتكم في فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قالت في العنوان، اليوم يا أصدقائي راح أشتري الحيوان الجديد لأنه نزل في العروض يا أصدقائي. فاليوم راح أشتري يا أصدقائي راح ألعب هواية، حتى شنو يا أصدقائي، حتى نشوف من هو يصير ليفل 5 و3 ونشوفه من يكبر. أوكي يا أصدقائي، فلذلك قبل أن نبلش بالفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ويلا نبدأ بالفيديو. فطبعا هو موجود في العروض لحد هسه ما اعرف. اوه سعره رخيص يا اصدقائي، سعره 60 جوهرة بس، رخيص اذا تردون صراحة، رخيص 60 جوهرة. اتوقع الكل قادر يشتري يا اصدقائي، فحتى اللي استوهم نزين اللعبة قادرين عليه. هذا هو طبعا شكله كيوت ووردي، حركات تقدرون تشتروا اكثر من مرة، بس ما اتوقع يعني شو اسوي بيه اكثر من مرة، فواحد كلش كافي. فخلاص احنا نطلعه ونكبره ونشوفه بالاخير شلون حيطلع. هذا هو يا اصدقاء، شوفوا هذا، طبعا هو شكله كلش حلو مميز عن حيوانات في كيكس دي، حبيته يا اصدقاء. شوفوا حلو. هسه احنا شو حنسوي، نروح نلعب نكبره حتى شنو، حتى نشوف شكله نفس ما قلت لكم، يعني نشوف البلات كيف حيكون. ليتس جو. اكيد حلعب لعبه كريزا، اسهل واسرع لعبه بالتاريخ. يلا تعالوا. اوكي طبعا حطوا لايكاتكم وراح ينفتح العالم. والله نسيت. اوكي يلا ننتظر هذه ثواني ونلعب، اتمنى انه يكبر ساع. اوكي فيلا هسه خلونا نلعب. نايس. فليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي حلو، لحد هسه ماشيين عدل. ف اوكي اوكي خلونا نكمل. يلا راح اسقط راح اسقط. اوكي ما اسقط، حلو. وين؟ اوكي فزت. خلينا نشوف كم راح يزوده. نص، هاي لان ليفل 1 بعدين راح يطول. اوكي حصلت الكوينزات والتيكت. اوكي خلونا هسه نعيد بعدين راح العب خلف الكواليس حتى ما اطول عليكم. فليتس جو. اتوقع بعد هذا الجيم حيوصل ليفل 2 وشويه على ما اعتقد، فخلونا هسه نلعب ونشوف. خبروني تعليقات اكثر لعبة تحبوها في PKXD. انا احب لعبة هوكموث، بس للاسف هم اخروها وقالوا اذا تذكرون من زمان من زمن جدي، من قالوا انه بعدين حيرجعوها ولحد هسه ما رجعوها. للاسف هي لعبة كلش حلوة كانت. اوكي ليتس جو. اوكي من اول باب غلط. نشوف اللي بعده، اتوقع اللي في الوسط. ليش ليش؟ او ماي جاد. اوكي انا اليوم حارف على الباب الوسط، ما اعرف ليش اليوم اللي الباب الوسط تنفتح. اوكي بلكت بلكت هي بلكت. لا تاخير تاخير، ليش ما تنفتح؟ حرامات. واو تاخير يا ناس، اليوم البوابات حالفه ما تفتح. او ماي جاد او ماي جاد. لا 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 انا اقول لا لا. شنو هسه؟ اوه جاد، خلينا نشوف ايش قد حيزوده. نايس نايس، وصلنا ليفل 2 وشويه نفس ما قلت لكم. 560 كوينز، 90 تيكت، واني المرتبه الاولى اجيت اخسر. والله تصير المرتبه الثانيه. فا اوكي هسه لعبت مرتين حاليا، اردكم تحطون لهم لايكات. وهسه شنو راح العب خلف الكواليس حتى يا اصدقائي اوصل ليفل 3 وارجع اسوي لكم. حتى يا اصدقائي ليش انا بالضبط اريد اكبره؟ عشان نشوف شكله من يكبر زاد، حتى نشوف شنو مميزاته مثلا من يكبر. ممكن يطلع هذول اضواء تكون مرات ورا حيوانات، او مثلا في ميزه ركوب. هم ما ذكروا اي شيء عنه، لكن احنا حنكبره ونعرف. اوكي اوكي يا اصدقائي وصلت ليفل 3، باقي بس نكبره وخلاص ناخذ الكوينزات التيكت تبعنا. او صندوق ايضا، فخلونا 1250 كوينز ويا وحده جوهرة ليش؟ وهذا اوكي. طبعا صوت الليفل الثاني عشان البنت هذه مره سريعه لو ما تتخيلون. فخلونا هسه نطلع ونكبر الحيوان. ليتس جو. هذا هو حاليا، خلينا نسكرن. هو من طبعا هو من هو صغير كلش كيت صراحه يعني. اوكي او ماي جاد، هذا هو الليفل 3. اوكي
بنشوف اذا في اثار. طبعا من كان ليفل واحد صراحه يجنن، بس اتغير راح اشتري واحد ثاني اذا هيج. فشوفوا ما بي اي اثار نهائي، شوفوا ما بي اي اثار. فمجرد شكل تغير تبعت عاد اشتري واحد ثاني، لانه شكل ليفل واحد كلش عجبني صراحه، احلى يعني بالنسبه لي. فيب اشتريت واحد خلاص. فيلا ثاني هم مسح العب من جديد، لانه باقينا ليفل 4 وليفل 5. يلا عود نخلص الحيوان ويكبر ليفل الاخير. في اوكي راح العب همات خلف الكواليس، وحطوا لايكاتكم واشتركوا. ويلا وصل الحيوان ليفل 5. فهسه راح ناخذ الكوينزات تبعنا اللي هي 560 كوينز و 60 شنو 90 تيكت. يس اوكي، فهذا هو الحيوان. راح نكبره ليفل 5 ونشوف اذا في مشية فيها ضوء وهاي، او مثلا يكون في ميزة ركوب. خبروا بالتعليقات انت تتوقعون هالشي لو لا. اذا ترون صراحة ما توقع في ميزة المشي، بس ممكن فيها مشي او شي مثل هذا، فتعالوا نكبره. اوكي هذا هو شكله من يصير ليفل 5. خبروا بالتعليقات يا هو احلى ليفل 1 ولا ليفل 3 ولا ليفل 5. عن نفسي ليفل 1 اكيد، لانه شكله سكنونو. فاوكي ونجرب نمشي. يس في فقاعات، يعني بدل ما يكون مثلا ضوء وراء الحيوان لا راح يكون فيه فقاعات. ففكرته حلوه، اتوقع انه هذا كان به فقاعات. يب ذا كان ما. فشوفوا شوفوا شوفوا قاعد تشوفون الفقاعات اللي تصير وراه. خلو خل المشي تبع بدلتي، خل البس ملابس طبيعيه مثل هذا. اوكي شوفوا يعني هذا نبي مشي. المهم اكتشفت انه في فقاعات. واو كلش حلوات، من يحب الفقاعات خبروني بتعليقه. واو شوفوا هي كيد تعال. اوكي ما في اي ميزة ركوب، بس الفقاعات اللي تطلع منك كلش كول. لو من كان هو ليفل 1 ويطلع فيها الفقاعات راح تطلع تحفة، لانه هو شكله حلو والفقاعات حلوة بالحالتين حلو راح يطلع. فخبروني بتعليقات يا هو احلى شكل حبيته بالليفلات نفس ما قلت لكم. ويب فاحنا عرفنا الجواب انه يا اصدقائي انا شوفوا انا كنت مسألة اذا كان في ميزة المشية او مثلا يطلع وراه فد شيء معين، طلع فد بس يطلع شيء معين هي فقاعات، بس ميزة الركوب نفس ما قلت لكم ما في، نفس ما تشوفون ماكو نهائي. فيب يا اصدقائي لذاك عرفنا الجواب وشفنا شكله. طبعا انا حرفيا حابة شكل الحيوان من هو ليفل 1، ما حبيت شكله هذا يعني اذا تردون الصراحة. فبس ليفل 1 كلش شيء حلو. يب فيب هو اصلا كل شيء بالفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي. واليوم راويتكم الجواب الحقيقي عن هذا الحيوان. روحوا اشتروه سعره مره رخيص 60 جوهره بس، مره 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 رخيص. فيب روحوا اشتروه يا اصدقائي وحطوا لي هو لايكات، شاركوا في القناه وهذا كل شيء. احبكم كوما وبس. باي باي.